اليوم ان شاء الله عنا بدرس العلوم عن البذور. يا ايش يعني يا مس احلام؟ يعني كل شجره الها بذره. هلا بتعرفوا انتم البطيخ؟ بتحبوا البطيخ؟ بذورها وين بتكون؟ جوا البطيخه ولا برا البطيخ؟ جوا البطيخه. شو بتكون لونها بذورها؟ اسود. اليوم ان شاء الله بدنا نعمل ايش؟ تجربه زراعه البذور. ايش يعني يا مس احلام؟ احنا عنا حمص بدنا نزرعه، في عنا سحور بدنا نزرع هذا الحمص. طبعا الكل يطلع علي، احنا لازم نزرع في الارض، بس احنا تجربتنا وين بدنا نعملها؟ في السحور. هلا احنا جايبين عنا صحن، جايبين عنا قطن، جايبين عنا ميه، وجايبين عنا بذور الحمص. بدنا نزرع طبعا عشان تكبر عنا بذور الحمص، تنمو بتصير نبتة، وبعدين أيوة بتصير عنا شجرة وبتعطينا الحمص. طيب الكل يطلع علي، شايفين السحون اللي قداميكم؟ يلا بلشوا حطوا القطن في السحون. يلا حطوا القطن، يلا يا جوري حطوا القطن، حطوا القطن في السحون. مس وزعوهم على السحور، مش كلياتهم بصحن واحد، وزعوهم هون. يلا يا مس اشوف ممتازين، المجموعه اللي هون كثير ممتازه، اشوف ممتازين، يلا ممتازين. هلا احمد غرايبه وتسنيم وعمر ابو الفول، يلا بدنا نحط على القطن المي. يلا حطوا المي على الصحنين، برافو. حط على الصحن الثاني، على الصحنين، برافو عليكم ممتازين. هلا بدي اعطيكم بذور الحمص عشان تزرعوها، برافو القطن والماء. يلا عبود افتح ايدك. حطي احمد المي كثير هيك، ايوه برافو، هي هون ممتازه. يلا احمد العموش امسك، افتح ايدك، افتح ايديكم. يلا يا مس انا حطي لي. حاضر يا احمد خريصه، خذ يلا ازرعوا، حطوهم جوا القطن الصحن. يلا يلا على القطن، يلا يوسف امسك. يلا يا علمى امسك. يلا نزرع. لا خلص خلص كفي، خذي يا مس، يلا خذي يا تسنيم، يلا حطي، يلا جوري، يلا 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 نحطهم على القطن. يلا ياسمين، يلا يا ملاك، يلا الياس، يلا رأفت، يلا اياد، يلا عمر ابو الفول. يلا نزرع الحمص. طيب هلا زرعنا الحمص، وين بدنا نحط الصحن؟ لازم وين نحطه؟ على مقابل أشعة الشمس. عشان ايش؟ احنا حطينا مي، أشعة الشمس توصله وبنمو عندنا بذور الحمص وبتصير نبتة الحمص، بعدين شجرة الحمص الصغيرة وبتعطينا بذور الحمص. برافو عليكم. هلا بدنا نحكي مراحل نمو البذور. أول إشي بذرة، بذرة، نبتة، بعدين شجرة. برافو عليكم. إذا بذرة، نبتة، شجرة. برافو عليكم شطورين.